الحكومة تحب أن تؤكد بهذه المناسبة ما يلي. أولا، هذا الإحصاء السادس من نوعه اللي غيجرى اليوم في التاريخ ديال بلادنا، اللي كيجرى إن شاء الله من بين 1 إلى 20 سبتمبر. عنده واحد السياق تيأطرو، وعنده طبعا سياق سياسي اللي جا من بعد الدستور الجديد، وعنده واحد توجيه ملكي اللي كيتمثل في الرسالة وجه جلالة الملك سيد رئيس الحكومة يوم 28 فبراير 2014، واللي كتأكد على واحد مجموعة من الأمور الهامة جدا. أولا، تأكد على انتظامية إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنة في نفس الشهر، أي شهر سبتمبر، على رأس كل 10 سنوات. هذه الانتظامية هي مهمة جدا بالنسبة للدولة، كتحترم مواعيدها وكتحترم التزاماتها وكتحترم التدبير ديال الطريقة اللي هي شفافة. ثانيا، أن هذا يعني هذا الإحصاء تصادف ما يلي: تقييم مستوى إنجاز أهداف الألفية التنمية البشرية في أفق 2015، وتحديد أهدافها لما بعد هذا السحق الزمني. أيضا، مر 10 سنوات على الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. بطبيعة الحال أيضا مسلسل من الإصلاحات اليوم اللي جات عن طريق الدستور الجديد. الأهداف اللي كان من هذا الإحصاء المرتقب: أولا، تحسين المعطيات الأساسية حول مختلف مستويات التراب الوطني. ثانيا، معرفة الفوارق بين مستوى التنمية البشرية للجهات والفئات الاجتماعية، وتفاوت الاستفادة مما تعرفه بلادهم تطور. ثالثا، تمكين الفاعلين السياسيين والمدنيين من تحديد استراتيجياتهم بناء على معطيات موضوعية ومحينة. وطبعا، رصد حركية المجتمع المغربي من خلال إعطاء صورة عن التحولات التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقد الأخير. من بين الإجراءات التدابير التي جاءت في التوجيه الملكي: أولا، مسؤولية الحكومة في تيسير إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى في أحسن الظروف ووفق شروط الحكامة الجيدة. دعوة السيد وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط إلى التنسيق المحكم مع باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات والهيئات التمثيلية الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية. التزام جميع الولاة والعمال بتعبئة جميع الوسائل اللازمة البشرية منها واللوجستيكية، وتوفير شروط التنسيق الفعال إلى آخره لكي تمر هذه المحطة في أحسن الظروف. على مستوى الإنجاز الآن كاين ما يلي: كاين أولا في الأشغال الخرائطية، تم تحديد 48517 منطقة إحصاء، 16714 منطقة مراقبة، و 1250 منطقة إشراف. وهالشي كله بتجنيد واحد موارد بشرية مهمة من مشرفين مركزيين وجهويين ومراقبين وأعوان خرائطيين وأعوان مكلفين بنظام المعلومات الجغرافية وسائقين وسيارات إلى آخره. الإطار القانوني اللي كينظم هذه العملية هو القانون الإحصاء، الذي يلزم المشاركين في الإحصاء بكتمان السر المهني. إذا كان إطار قانوني منظم لهذه العملية الكبرى. طبيعة الحال كاينه واحد المجموعة من التدابير اتخذت في إطار التحضير لهذا الاستحقاق الكبير: تهيئ الاستمارات، هذا على مستوى الوثائق، تهيئ الاستمارات الأسر العادية والأسر الرحالة والعابرين بالفنادق، واحد المجموعة من الأمور، كتيبات وتعليمات للباحثين والمراقبين والمشرفين. ثم أكثر من هذا، تم إجراء إحصاء استطلاعي، واحد العملية تجريبية لاختبار هذا المجهود اللي نسميه النظري أو المنهجي العام، وتم خلال الفترة من 15 يناير 2014 إلى 3 فبراير 2014. وهم 66 منطقة إحصاء موزعة على 14 جهة من أصل 16 جهة، يعني راه تم واحد الإحصاء مصغر من أجل الاختبار. من الأمور اللي وقفت عليها هذه العملية التجريبية الاستطلاعية أنه الأسئلة كطرح بعض الصعوبات عند المواطنين، ولهذا مثلا موضوع السن عند الزواج الأول، رتبة الزواج، تتبع الحمل، واحد المجموعة، لأن هذه الاستمارات ديال هذه المرحلة هذه فيها أسئلة إضافية على ما كان عليه الأمر سابقا. إذا المجهود اللي كيتم على مستوى التحضير لهذا الاستحقاق الكبير فيه جميع نقول يعني التكنولوجيا والخبرة المتطورة لركمها المغرب وفي شراكة دولية واسعة من أجل أن تكون هذه الأمور في أحسن صورة. من الأمور المهمة جدا تتعلق بتحديد ووضع آليات استغلال المعطيات الإحصاء، مليك من الإحصاء أيضا الاستغلال. الآن كاين ترتيبات. من الأمور المهمة على مستوى التكنولوجي كاين اليوم تقليص آجال نشر النتائج، حيث لم تتعدى المدة الإجمالي مع جميع الاستثمارات 8 أشهر
في حين أن هذه المدة تجاوزت سنة 1994 آخر إحصاء سنتين وهمت فقط 20% من الاستمارات. إذا اليوم كان واحد تحضير متكامل لما قبل وأثناء وما بعد باش تعطينا هذه العملية الكبرى، يعني لبلادنا كل هذه الأمور جات في الرسالة الملكية وهذه الانتظارات المتعلقة بالسياسة العمومية وبالوضوح لتدبير شأن العام.